دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح الأئمة والدعاة إلى إعلاء صوت الدعوة في المرحلة الحالية والتي تعتبر خصبة للم الشمل عبر خطاب الوساطية والاعتدال لخلق مشروع وطني ديني للتعايش السلمي بين كافة المكونات. وأوضح مفرح في ختام ورشة تأهيل الدعاة والأئمة بولايات دارفور في نيالا أن واجب كل داعية وإمام هو إدارة التنوع الديني ومخاطبة الجميع دون الانحياز لطائفة أو جماعة، معلنا عن الشروع في إنشاء خلوة نموذجية لتحفيظ القرآن الكريم عبر التنسيق العلمي الحديث، بحيث تتوفر لطالب القرآن الكريم كل المقومات اللازمة لتأهيله معرفيا وعلميا. واحدة من أكبر المسؤوليات العظام التي هي موكلة على الناس اللي بيرسموا ملامح الطريق الحق إلى الناس هي مهمة الدعاة والوعاظ. السياسيين والعسكريين هم اللي بيوقعوا المواثيق، هم اللي بينهوا الحرب، لكن من الذي يرسم ملامح السلام والوئام؟ من الذي يرتق السلم الاجتماعي، يرتق المجتمع المتسامح؟ من اللي بيبث في الناس روح التسامح والتعايش بيناتهم؟ هؤلاء الدعاة والوعاظ. دي أخصب فترة ممكن نستطيع أنه نحن نلم فيها شتاتنا ونعمل مشروع ديني ووطني وأخلاقي، نقول ديني ووطني وأخلاقي يلمنا مع بعض